Thank you, Excellencies. شكرا جزيلا أصحاب المعالي. اسمحوا لي أن أبدأ كلمتي بشكر فخامة الرئيس السيسي على عقد مثل هذا المؤتمر الدولي وتناول هذه الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. نحن أمام أوقات عصيبة تهدد المنطقة، وهذه الجهود مشكورة. إذن نحن في أمس الحاجة لأن نجتمع معا اليوم وفي مثل هذه اللحظات العصيبة لإحلال السلام في المنطقة. أتيت إلى هنا كصديق قريب وصديق مقرب للرئيس وكذلك كجار لمصر. إذن علينا أن ندين الأعمال الإرهابية بصورها كافة وأن نعزي من فقد حياتهم ونمنع فقد حياة المدنيين، بداية منذ الأحداث الإرهابية التي بدأتها حماس في 7 أكتوبر. وعلينا أن نعزي أرواح المدنيين من الجانبين، يمكن بعدها مناقشة السلام. وإذا طالما أن هناك مدنيين قتلوا في ظروف مروعة سواء في إسرائيل أو في فلسطين، وكذلك مع فقد ومع تدمير البنية التحتية في غزة، إن موقف اليونان هو موقف واضح. إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها ولكن وفق القانون الدولي. وكذلك أود أن أكون واضحا في أن العقاب الجماعي هو أمر محظور يحظره قانون الحرب، وأن هذه الحروب يمكن أن تقول أنه عندما نشن حرب يجب أن تكون الأذى والتبعات محسومة ومحسوبة العواقب على المدنيين. إذن أشارك زملائي ومن تحدثوا قبلي أن كل الأمور يجب أن تتم وفق القوانين الدولية. في الوقت نفسه يجب أن نكون أمينين في حكمنا. حماس هي منظمة إرهابية وجماعة إرهابية، وأنها أدت الكثير من المعاناة ليس فقط للإسرائيليين ولكن الفلسطينيين كذلك يعانون ويدفعون ثمن حماس. حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وعلينا ألا نخلط هذا بذاك. إن الشعب الفلسطيني لا يستحق هذا. وكذلك تحدث رئيس محمود عباس، تحدث بصدق وبصراحة منذ أول يوم في هذه الأزمة. أنا كذلك أقولها واضحة أن التصعيد الإقليمي يجب أن يتوقف. إن مصر والأردن عليهما عبء ثقيل، وهم يتصرفان بكل شجاعة وكل جهد بشأن، وهما يرفضان بشكل قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني. وكذلك أود أن أشكر السيد رئيس السيسي على هذا المقترح، وأن اليونان تدعم هذا المقترح لتحقيق السلام في المنطقة ككل لحماية كل الحياة البشرية. إنه ونحن في هذه الأيام علينا أن نوقف بحر الدم ونوقف الضحايا ونوقف هذه التبعات السلبية للحرب على الإسرائيليين وعلى الفلسطينيين، وأن نخفف من معاناتهم. يجب إعفاء وإطلاق سراح الرهايا وفقا لجهود الصليب الأحمر وتقديم المساعدات الإنسانية بلا كلل وكذلك بلا توقف. يجب أن نضمن كذلك تقديم المساعدات الإنسانية. وأود أن أكرر وأؤكد ما ذكره معالي الأمين العام للأمم المتحدة، وأرحب بفتح ممرات إنسانية من مصر إلى غزة لنقل المؤن اللازمة، وأتمنى أن يتم تنفيذ ذلك على الفور مع تنسيق كل هذه الجهود مع الشركاء ومع الاتحاد الأوروبي. فإنه أننا نسعد بتنفيذ أي مبادرات للسلام، ونتمنى وقف هذا التصعيد، ونتمنى كذلك تقديم المساعدات الإنسانية على الفور. وأخيرا وليس آخرا، فإن المستقبل الذي نرغبه لهذه المنطقة مستقبل السلام المستدام ورفاهية لا يمكنه أن يتحقق سوى بدعم عملية السلام على أساس حل الدولتين. وإذا ما كان هناك شيء واحد واضح لنا جميعا، فعلينا جميعا أن نتفق على أنه عدم وجود تدخل عسكري، لأن الحل السلمي هو دائما الأفضل والأبقى. شكرا جزيلا.